يا الله، السلام عليكم. سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آل بيته، قال: يا رسول الله، أفضل سورة بالقرآن شنية؟ قال: سورة البقرة. قال: وأفضل آية في البقرة شنية؟ قال: آية الكرسي. يومية أقعد الصبح أقرأ 7 مرات 4 مرات آية الكرسي، وهدي ثوابها إلى روح رسول الله وشوف خيرها. أنا قبل سنتين نزلت لك هذا الفيديو، قلت لكم اقرأوا 4 مرات آية الكرسي على ما يشربوه، شوفوا خيرها، التزموا وشوفوا البركات والنعمة اللي الله سبحانه وتعالى جاء لنا إياها. السلام عليكم ورحمة الله.